الأسلحة اللي ابتدى شغلها قبل الحرب كان إيه؟ الحرب كل الكيميائية، الأسلحة، المهندسين، كل الأسلحة اشتغلت قبل الحرب. بقول لحضرتك من اعتبارا من اللي اشتغل على 10 مواسير يونيو، النابالم ما هو واللي بقول لحضرتك، لا اشتغلوا ده بقى. قبل الحرب بقى. أنا بين أنا ما أنا ما بتكلم على قبل. الليلة السابقة للهجوم، الليلة السابقة كانت، ده الجزء بتاع المنع المائي، ده هنتكلم عليه تفصيلا في ملحمة العبور. ده جزء مفصلي جدا جدا، لأن بدون العبور ما كانش هيبقى في انتصار زي ما اتفقنا مع حضرتك. طب تعال نبص على الملحمة دي والجزئية دي نتكلم فيها. قناة السويس نفسها تتميز بطبيعة مختلفة عن كل بحار العالم. يعني حركة التيار تلاقيها من الجنوب للشمال، وفجأة تلاقيها تحول من الشمال للجنوب. ده حركة التيار نفسها، المد والجزر، مرة مترين لفوق ومرة مترين لتحت. فبالتالي انت محتارة تعملي الكوبري فين؟ يعني الجانب الغربي رسيت، يعني الجانب الغربي، طب الشرقي هعمل ايه؟ انزل تحت 2 متر ولا اطلع 2 متر؟ كله طب مدروس، همشي في كله الاتجاه ده اتدرس. ولا مش لازم يدرس. عشان كده كل الحروب بتبدا 6 صباحا او 6 مساء، اول ضوء او اخر ضوء. ده ما اديش احنا معنى 2 اتنين و5. اتنين ففي يعني اذا هناك دراسه كامله فلكيه وجغرافيه وطبوغرافيه تم دراستها وتجهيزها لهذا الغرض، عشان نعرف احنا نعبر ازاي. تعالي بقى الفكرة فتح الثغرات نفسها، انا عايز كام ثغره تتفتح وكام ثغره هيكليه؟ ما لازم اضلل القوات اللي جايه. طب الكباري اللي هتتنصب لازم كام كوبري اكون مجهزه وكام معديه؟ انا بعد 8 ساعات ونص عملت 8 كباري تقيله عشان الدبابات والمعدات المدرعه، الحاجات التقيله المدرعه تقدر تعبر من عليها، واربعه كوبري خفيف للمركبات بقى والعجل وما شابه، ثم 30 معديه او 31 معديه تحديدا، معبر معديه ده يعني بيشيل العناصر او القوات من غرب الى الشرق. هي رحله 30 دقيقه بيعمل كذا رحله والموضوع شغال بينقل القوات. طب حال ضرب كوبري، ما لازم في موقف طارئه، ما انت بتتعامل مع في ظل حرب يعني. يعني وبتقتحم، فالملحمه رائعه. جهز الكوبري، طب الضرب يحول ازاي لمعديات؟ ما لازم استفيد بيه ازاي، يجهز بسرعه الكوبري كي يعمل كمعديه. كل هذه الملاحم. طب فكره فتح الثغرات واستخدام بقى الطرمبات، 88 شهيد في الملحمه دي. ليه؟ بيتعرض لقصف ووقف داخل القارب المطاطي وماسك البشبوري بتاع اللي فيه الميه وده يعتبر رقم قليل. الشهداء طبعا، لان في اعمال وقايه وعناصر دفاع عوامل جوي، خطوره كبيره، خطوره كبيره جدا. وفي نفس الوقت طب تعال نقفل بقى النبالم اللي ممكن يشعل القناه قبل العبور. ليله السابقه قفلنا الفتحات كلها. طب النبالم ده كان مرتبط بايه؟ براميل بترول عشان تستمر الاشتعال. ما انت حضرتك دلوقتي اشعلت النبالم، اشتعل اخد ساعه ساعتين ثلاث خمس ساعات، درجه حراره 400 درجه مئويه، واللهب 20 متر ارتفاع. طب الكلام ده كله انتهى بعد الخمس ساعات، انا بفترض مثلا خمس ساعات. طب ما خلاص كده الدنيا سالكه والناس هتمشي هتعبر. يقوم عامل لي ايه؟ هو مزوده بانابيب، الفتحات دي كلها مزوده بانابيب وقود لاستمراريه الاشتعال، تضخ على النبالم ويبقى فيه استمراريه للاشتعال على مدار اليوم الى ان تنتهي المعركه. شغال على طول باستمرار وبيضخ للبراميل دي وقود، والوقود بيضخ على المواسير، والمواسير تضخ على النبالم، والاشتعال شغال. يبقى صعب جدا ان حد يعبر من الغرب الى الشرق، استحاله. كل هذا المستحيل اللي يراه البعض مستحيل وقالوه الخبراء انتهى في ست ساعات. صحيح. الكبريات المدارس العسكريه والمتخصصين من الخبراء قالوا ده عايز 48 ساعه وباستخدام قنابل ذريه. ان الباقي ذكر رحمه الله عليه، كله قيم الجليد. لا امريكان كمان، يعني الامريكان واللي وصوا فيه، كل بقول لحضرتك المعنيين اللي هم ارقى مستوى تدريبي او مستوى علمي او عسكري في العالم، مستوى العالم، اجمعوا ان ده على الاقل 8 محتاجين 60 فتحه، يبقى هم كانوا 72 فتحه المخططين ب 72 قنبله ذريه. جريده هارتس الاسرائيليه لما رصدت اللي حصل في اول يوم، فقالت انه لما استفاقت اسرائيل اللي حصل لها كان الجيش المصري عبر. بالظبط، هي مجرد بس ان هي بتجمع نفسها كان الجيش المصري خلاص. ما هو خلص، ما انا بقول لستك ست ساعات كنت شرق القناه بقرابه 90 او بنقول 60 الف مقاتل. في خطاب الرئيس السادات وهو بيقول في ست ساعات، هو كده يعني انا بترجم للواقع اهو. بالظبط، يعني بقول لحضرتك اللي حصل ده، وفعلا الكباري انشات في ست ساعات. البرمائيات عدت، يعني البرمائيات عدت، تعدي في القناه وقدرت تتحرك في من خلال الفتحات والمناطق اللي اتجهزت وبسرعه، لان دي فيها يعني امكانيه السير في المياه.